خبرتها 11 عام في عالم تصميم الأزياء، بدأت برسم سكتشات لبعض التصاميم الخاصة، ومن ثم طورت خبرتها إلى أن وصلت لتفتح محلها الخاص باسم صاحبة التميز. رح نتعرف على قصتها ومشوارها أكثر مع ضيفتنا مصممة الأزياء والتصميم سمر راضي. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا حبيبتي. نور فيك، شرفتينا. الله يسلمك، ما شاء الله هذا الإنجاز قبل نخش في 11 سنة ما شاء الله. أيوة النهاية نبقى نبدأ قبل 11 سنة، نرجع كده بالذاكرة 11 سنة وكيف بديتي في هذا المجال؟ البداية كانت عبارة عن رسم، كنت يعني أحب أرسم على الفساتين، على الفساتين دايرة، على أيوة الفساتين، على الدقل، على العبايات. حبيت طريقة يعني أي شيء فيه يدخل فيه الفن، يعني حبيت الرسم على نفس النسيج الملابس والشغلات هذه. بعد كده شوية شوية دخلت على تصميم الأزياء، يعني قعدت أرسم سكتش، أحاول قد ما أقدر إني يعني أركب أفكار معينة. يعني ديك الأيام ما كان في إنستغرام ونت وكده، كان أغلبها مجلات، ويعني كانت ملفتة. حتى الناس كان ثقافة الرسم على العبايات والفساتين كانت غريبة. أيوة ما مو أي أحد يتقبلها. أيوة صح مزبوط. فجت فترة حبيت إني أنا يعني أطور نفسي، حتى كنت أرسم على الجلود، الجلد كمان. أيوة فكان يعني لقى إقبال مرة كبير. جميل جدا. أيوة. طيب حدثيني عن مشاركاتك الداخلية في السعودية، وكيف وجدتي التعاون وتجاوب المصممات السعوديات معك كبداية المشوار؟ في البداية كان المشاركة عبارة عن معارض أكثر شيء، صراحة كانت عن طريق المعارض، لأنه يعني أكثر شيء كان يعني يخليك تنتشري سريع يعني كداخليا اللي هي المعارض. فشاركنا في معارض كثير والحمد لله يا رب يعني لقت إقبال، حطينا فيها أفكار، حطينا فيها قطع يعني مميزة، يعني يدخل فيها بعضها الرسم، في بعضها يعني اللي هي الشكل يدي والشغلات هذه. وكيف يعني شفتي ردود الأفعال الناس على القطع اللي أنت اجتهدتي واشتغلت عليها وبكل حب؟ والله الناس هم اللي صراحة اللي في البداية دعموني، عارفة يعني لما تعملي فكرة مميزة هتلاقي دعم، عارفة تشجيع من الأهل، من الأقارب، من الصحبات زي كده. فأيوه فشجعوك، فأنت طبعا تطور نفسك، تقعد عارف كيف تسمع كلام إطراء حلو زي كده. أكيد هذا الأهل والأقارب لازم يكون في إطراء حلو. هنخش في موضوع الناس والتجارة والهذا وحتى المشاركات الخارجية، ما شاء الله لك مشاركتين خارجية تعتبر خارج المملكة، كيف كانت وكيف أصدقها؟ مع العلم أنه المكانين كانوا وين وين؟ المكان المغرب. الأول كان أيوة كان في القاهرة، في القاهرة والمغرب. أيوة طيب ثقافتين مختلفة على فكرة في بس في النهاية هم عرب، عارف كيف أنت. إحنا أهم شيء إحنا يعني حاولنا نوصل يعني بصمتنا إحنا كمصممات سعوديات. فالحمد لله أيوة أبدعت في المسابقة الأولى ما شاء الله، أيوة وأخذت المركز الأول، وكان مع لجنة تصميم الأزياء في جدة، هم اللي دعموني برئاسة الأستاذة أمية معزوز واللجنة، طلعنا مصر والحمد لله رب كان يعني في إقبال عليها والحمد لله. وطنجة في المغرب إيش كان؟ مسابقة برضو ولا معارض عادية؟ لا هذه كانت عرض فاشن شو. عرضت فيها مجموعة، أول مجموعة كانت صراحة يعني كيف أقول لك هود كوتيور، يعني حاولت أني أنا أحط فيها بصمتي من غير موضوع معين، عرفت كيف؟ يعني المرة اللي فاتت كانت في مصر، لا كانت يعني يعني ضمن إطار موضوع، يعني أدوني شيء معين، فكرة معينة على أساسها فيه. أيوة على أساسها أنت تعمل التصميم هذا. تمام وبس والله الحمد لله، وكان يعني موفق. جميل جدا. طيب ليش توجهتي لتصميم فساتين السهرة، وإيش أبرز الخامات اللي دائما أنت بتبدع فيها ومتعلقة فيها نفسيا، هي أكثر اللي بتغزي تصميماتك كلها؟ شوف أنا أقول لك، السهرة فيها خيارات كثيرة، عرفت كيف؟ يعني تقدر أنك أنت مثلا توصلي تصاميمك عن يعني عن طريق قطع متنوعة في السهرة، يعني أكثر من فساتين والأفراح في بعض الفساتين. أيوة فساتين الزفاف يعني تجيك بقصات معينة، أوكي ممكن أنك تبتكر فيها بس مو زي السهرة. صحيح. السهرة أكثر تبدعي أكثر. أيوة السهرة بيكون فيها يعني إبداع أكثر. جميل جدا ممتاز. احنا قاعدين نشوف الان الصور لتصميماتك الرائعه، بصراحه مبدعه. طيب ايش الخامات اللي تحبي تستخدميها دائما؟ ما في خامه معينه يعني
المحببة ليكي كذا اللي تحسيها هي؟ ممكن تقول المخمل والتفتات. المخمل ما في أجمل منه المخمل. أيوة. الأناقة كلها أيوة كذا سبحان الله انطباع كذا بالفخامة. طيب ما شاء الله اللي يخش في ده المجال بيحس إنه ما بين جزئين، الذوق العربي وال نقدر نقول الموضة الأجنبية أو الغربية، كيف تجدي الاثنين مع بعض وجمعهم مع بعض في آن واحد وأنت تميلي لإيش فيهم؟ الثقافة الغربية تأخذ منها اللي هي كيف النعومة، يعني الترتيب الشيء كيف، يعني كيف ستايلهم ناعم بسيط، والمرأة العربية يعني عندها كده ذوق معين، فإحنا ندمج الاثنين مع بعض وبنطلع بشيء مرتب مميز ملاقي. بيكون شيء أيوه بيكون مميز جدا. طبعا نبغى نعرف توجه وأحلام سارة الآن وخططها المستقبلية إن شاء الله. إحنا كبنات أو يعني سأعتذر سمر، أنا قلت لك سارة مشكلة. طيب سمر. إحنا صراحة دحين كقطاع أزياء بنحاول قد ما نقدر إنه إحنا نكون يعني كجزء من يعني نهضتنا في الأزياء. نحاول أيوة نحاول قد ما نقدر إنه إحنا يعني نطور بعض، نساعد بعض، نأخذ رأي بعض، فهمتني؟ صح. يعني هو كقطاع إن شاء الله بإذن الله تعالى هو بينهض وما شاء الله في تطور، ونشوفك سمر إن شاء الله بالعالمية بإذن الله، بإذن الله وتنافسي تعالى. أكبر الماركات وأكبر المصممين بإذن الله. بإذن الله يعطيك العافية المصممة سمر راضي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ويعطيك ألف عافية.